عرفت السر، السر في اي حد اسمه رياض بيحطها في الجون في اللحظات الحاسمه. رياض بن عياد بيسجل هدف جميل جدا لوفاقه ستيف في مرمى حوريه كوناكر الغيني، علشان وفاقه ستيف يرجع تاني لفكره التاهل للدور القادم في دوري ابطال افريقيا. وفاقه ستيف في الدقيقه 85 خارج دوري ابطال افريقيا، لانه نظريا ومنطقيا بعد خسارته على ملعبه وسط جمهوره قدام فرقه حوريه كوناكري طبيعي جدا ان هو مش هيعمل نتيجه ايجابيه قدام فرقه الرجاء المغربي. هتقول لي لا ده ماتش كان مليان جمهور، اقول لك عزيزي امال الجمهور اللي جه في لقطه احتفال رياض بن عياد ده في الهدف الثالث جه منين عزيزي؟ نمشيها بقى وسط جمهور وما نقعدش نركز في الحاجات دي معلش، لان الماتش على الارض وفاق ستيف مش ذنبنا ان ما فيش جمهور عزيزي. بس للامانه المباراه بدات بعد طرد سيلا اللي سجل الهدف الثاني. الهدف الثاني والهدف الاول بتاع فرقه حرايا كوناكري، الهدف الاول اللي هو مكرر حراس وفاق ستيف ما لهمش بموضوع التصويبات البعيدة، اي تصويبة بعيدة بوحلفاية خديري اي حد في المرمى بيشاط عليه من نص الملعب بيخش جون عادي يا جماعة، الناس بيزكوا على صحتهم. ففرقة وفاق ستيف موضوع التصويبات من بعيد ده اعرف ان انت هتسجل في مرماهم عادي مفيش اي مشكلة، مفيش حارس بيتصدى لتصويبات من بعيد، ده كده شوط من بعيد هتلاقي الكرة راحت لوحدها وزغرت في الشبكة. فرقة وفاق ستيف عملت رومنتادا وسجلت هدف التعادل في بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب أكرم دحنيط، سجل هدف جميل جدا في كرة ثابتة. خلاص بقى هنرجع بقى وهنجيب جون بقى، ده لسه الرجاء عامل معانا واجب وكسبان فرقة أمازون الجنوب أفريقي ومدخلنا في حسبة الصعود. لا يلبس الهدف الثاني، اه والله يلبس الهدف الثاني ومنظره جوه الملعب ليسر العدو والحبيب. وحفيظ الدراجي كان قاعد يصوت ويقول لك الفرقه بتقدم اداء سيء والموضوع ضايع والدنيا صعبه جدا، لحد ما نرجع تاني للقطه الطرد اللي اتعرض ليه سيلا. بعد طرد سيلا انا بصراحه حسيت ان وفاق ستيف ممكن يعمل حاجه في المباراه، ممكن ان لعيبه وفاق ستيف اللي هو ب 2 جنيه رومنتاد اخر خمس دقايق بقى، او ب 2 جنيه روح قطريه اخر خمس دقايق، لقيت بسم الله ما شاء الله طمعوا في الروح القطريه كلها اخر 10 دقايق، قلت والله حاجه كويسه جدا. رأيت رياض بن عياد سجل هدف الثاني. طب رياض بن عياد سجل الهدف الثاني، مين اللي عمل له الاسيست؟ عمل له الاسيست امير كراوي التغييره اللي غيرها رضا بن دريس. كويس تغييرات المدير الفني فرقت مع الفريق اهو، يلا بقى هنجيب الهدف الثالث بقى بعد ما فرقه حوريه كوناكري اتزنقت في ملعبها اخر خمس دقائق علشان يجي الفاول في الدقيقه 93. شوط يا رياض، يلا بقى حطها في الجون يا رياض ونرجع السيمفونيه الجميله دي. لا رياض ما حطهاش في الجون، رياض اتبسط له وشاطها حطها في الجون. الله عليك يا رياض، عاش يا رياض. والله عجبتني جدا الفينش بصراحه بتاع رياض، الراجل مصوب تصويبه صاروخيه في مرمى حارس حوريه كوناكري. ريمونتادا جميله جدا بصراحه، 10 دقائق جمال جدا بالنسبه لعيبه وفاق ستيف. اما ال 84 دقيقه اللي قبل ال 10 دقائق دول فدول محتاجين تعمل لهم كات كده من المباراه، دول محتاجين تعمل لهم حاجه كده زي حذف في المباراه وتقعد تتفرج على اخر 10 دقائق لعيبه وفاق ستيف عملوا فيهم ايه. انما قبل كده ال 84 دقيقه دول زي ما بقول لك هنزعل بعض، هنقول ان وفاق ستيف ما كانش موجود جوه الملعب وان فرقه حوريه كوناكري لعبت ماتش محترم على الوفاق لحد لحظه الطرد التحصيل اللي فرقت جدا مع فرقه حوريه كوناكري. حوريه كوناكري اللي كان ممكن يغفل المجموعه كلها ويكسب امازولو ويصعد مع الرجاء، بس الحمد لله فرقه وفاق ستيف عملت رومونتادا اخر 10 دقائق علشان خاطر ترجع تاني لاجواء الصعود في المجموعه القويه اللي فيها الرجاء واللي فيها امازولو واللي فيها حوريه كوناكري. 10 دقايق جمال جدا قدموهم لعيبه وفاق ستيف، افضل دايما اقول لك 10 دقايق مش مباراه، لان احنا لو اتكلمنا على المباراه كامله هنزعل ونزعل بعض، يبقى نتكلم على 10 دقايق اللي كان فيهم الروح والحماس والعزيمه من قبل لعيبه وفاق ستيف. الف مليون مبروك لجماهير وفاق ستيف، الف 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 مبروك للعيبه وفاق ستيف اللي حسوا ان الموضوع بالنسبه لهم في اخر 10 دقايق ممكن يضيع، فجالهم الجرينتا والروح والقلب اخر 10 دقايق. تقعد بقى تسالهم طب ليه ما جت متاخره، المهم ان هي جت عزيزي، انتصر متاخرا خير من انتصر ابدا عزيزي، والمهم انك وصلت في الدقيقه 84 والحمد لله. الحمد لله على السلامه بعد وصولك عزيزي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فده كان كلام خفيف بس على اخر 10 دقايق في ماتش حوريه كوناكري وفاق ستيف. انا اتفرجت على الماتش كله اه، بس ال 84 دقيقه هفضل اقول لك ان وفاق ستيف ما كانش شايف قدامه جوه الملعب، مهما قعدنا نتكلم للصبح هفضل مقتنع بكده. انت مقتنع بحاجه تانيه براحتك بقى.